الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام وسرور. من هنا من جائزة زايد الكبرى ومن عاصمة الميادين، عاصمة الملايين والمحبين لرياضة الآباء والأجداد، ينطلق شوطنا الرابع عشر والمخصص للقعدان المهجنات الأصايل لسن الإجذاع لمسافة 6 كيلومترات. هي الرحلة الحاضرة، هي الرحلة المنطلقة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات الباحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا الصباح الجميل. أتابع البداية وأرصد المركز الأول ومن يقود الصدارة. هنا شعار المحيربي، من يقدم مفرج؟ سلطان بن سالم بن سلطان بن بطي المحيربي، من يدفع بنفرج بالمركز الأول. المركز الثاني القادم الصيرمي والمملوك لعبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي، من يدفع بالصيرمي مع المركز الثاني. وثالثا من الجانب الآخر أشوف التدخل والوصول في هذه اللحظات من هملول لمحفوظ بن خميس بن علي الجنيبي، من يتواجد على مستوى المركز الرابع. وخامسا من الجانب الآخر شايم قادم، هنا محمد وصالح بن حمد القمرة النابت، أبناء الشحانية حاضرين مع المركز الخامس. وسادسا المنطلق في هذه اللحظات والمتدخل ملبي بشعار بن طهميمة بن مطر بن عنوده العامري، يأتي مع المركز الخامس. وسادسا من الجانب الآخر التسلل والدخول في هذه اللحظات من برق لمحمد رسيل بن حويضان العامري، شعار محمد قادم في هذه الانطلاقة ويدفع بهذا الاسم مع المراكز الأولى. سابعا القدوم والانضمام من الباسل لبراك بن خلف بن براك المزروعي، من ينطلق من المركز السابع إلى المركز السادس. والثامن أشوف الدخول والانضمام في هذه اللحظات والقدوم من الذيب لحميد بن سعيد بن سعيد المنصوري، يأتي مع المركز الثامن. وتاسعا القادم في هذه اللحظات والمنطلق مناور محمد بن عامر بن علي العمري، من يأتي مع المركز الثامن. وتاسعا الوصول والانضمام في هذه اللحظات والتدخل مع هذه الأسماء القادم عديم علي بن محمد بن حمد بن حويل المرياتي مع المركز التاسع. وخاوة عاشرا القدوم والانضمام، بدأت الأسماء بالوصول. هنا تواق لعبد العزيز بن رايد بن مسعود بن حامد الطنيجي، هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء الأول لرحلة هذه الكوكبة، لرحلة هذه الأسماء الحاضرة هنا مع سن الإجذاع، سن الإبداع والإمتاع. بدأ الهجوم والتسلل إلى المراكز الأولى، إلى الصدارة. هنا أعود مع المقدمة وأعود مع المركز الأول ومع اللي غير. هنا الذيب من يأتي بشعار المنصوري ليتسلل في هذه اللحظات إلى موقع الصدارة، إلى المركز الأول. أحمد بن سعيد بن سعيد المنصوري من يدفع بالذيب بالمركز الأول. وأما ثانيا هنا القدوم والانضمام في هذه اللحظات من الصيرمي بشعار النعيمي عبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي، يأتي مع الصيرمي مع المركز الثاني. وثالثا القادم في هذه اللحظات برق، هنا شعار بن عويضان بدأ يدخل، هنا محمد رسيل بن عويضان العامري بدأ ينتقل المركز الثالث إلى المركز الثاني. ورابعا القادم، مرحبا بهذا الحضور، مرحبا بهذا القدوم، شعار الاتحادي بدأ يقدم مختار لسعادة أحمد بن سعيد النيادي. النيادي يدفع بمختار بالمر مراكز الأولى، يأتي هذا الشعار مثلما تألق في مساء يوم الأمس مع سن اللقاية وخطف رمزين مع هيلمان والهبيبة في ذلك المساء الجميل. المركز الخامس، شوف القدوم والانضمام متابعنا العزيز عبر عدسات قناة ياس، هنا مريح قادم لسلطان بن راشد بن عبد الله الخاطري مع المركز الخامس. وسادس من الجانب الآخر، شوف التدخل في هذه اللحظات، شوف القدوم والانضمام هنا مع
هذه الانطلاقة مع مشبار حمد الغانم بن علي بن حمودة الظهري وصل مع المركز السادس وسابعا من الجانب الآخر. الانضمام في هذه اللحظات من ملبي طهميم بن مطر بن حلودة العامري مع المركز السابع والثامن القادم أيضا في هذه اللحظات. والوصول في هذه الانطلاقة متعب لسلطان بن محمد بن خميس البادية مع المركز الثامن مع هذه الانطلاقة مع هذا التحدي. وتاسعا من الجانب الآخر القدوم والانضمام من مهاوش هنا لأزاع بن سعيد بن أزاع الكلباني مع المركز التاسع وعاشر انتواق عبد العزيز بن راشد بن سعود بن حامد الطنيجي. هكذا هي النتيجة هكذا هو التحدي. بدأت الإثارة بدأت السرعة مع هذه الأسماء بدأت السرعة هنا مع هذه الانطلاقة هنا مع هذه التحديات. أعود مع الصدارة أعود مع النيادي أعود مع الشعار الاتحادي الذي بدأ يسيطر على قبضة المركز الأول على الصدارة الأولى. يقدم مختار الذي اختار المركز الأول اختار الصدارة الأولى دائما لهذا الشعار. يعرف طريق النواميس جيدا مختار والمملوك لسعادة حميد بن سعيد النيادي. النيادي مع الصدارة النيادي مع المركز الأول تحرك بن عويضان ليقدم برق محمد رسيل بن عويضان العامري مع المركز الثاني وثالث. نشوف القدوم والانضمام في هذه اللحظات والتدخل هنا من متعب لسلطان بن محمد بن خميس البادياتي مع المركز الثالث ورابعا من الجانب الآخر. الانضمام في هذه اللحظات والتدخل مع المركز الرابع مع هذه الانطلاقة مع هذا التحدي الجميل والمثير مع هذه الأسماء. القادم ملبي طهميم بن مطر بن حنودة العامري مع المركز الرابع. وخامس الانضمام هنا مهاوش الزع بن سعيد بن هزع الكلباني. هكذا هي النتيجة الخماسية الأولى. ولكن خلوني أعود مع النيادي مع الشعار الاتحادي الذي بدأ يسيطر ويقود المسار ويقود الجميع. 1200 بدأت السرعة من الآن هنا الإثارة حاضرة وعبر عدساتي قناة ياس. النيادي يتألق مختار وهنا الكيلو الخطير. جولة الأوامر وجولة التحركات التكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة دي الفائقة. حرك يلي بتحرك روح يلي تبى الناموس يلي تبى الانتصار. روح النيادي بالمركز الأول بالشعار الاتحادي. الله 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 مع المركز الأول والأعلام ترفع علام دولة الإمارات العربية المتحدة هنا بقدوم هذه الأسماء. النيادي مع الصدارة يقدم مختار تحرك بن عويضان يقدم برق هنا مع المركز الثاني والقادم أيضا مع المركز الثالث. هنا متعب بشعار البادي ولكن بن عويضان بحمد أهين الدشبة حاضرين بن عويضان محمد بن سهيل بن عويضان العامري مع الثلاثي مدنتر الأخيرات يغير الأمور إلى صالح هذا الشعار إلى ند الشبا. السلامات سلام ند الشبا سلام بحمد سلام بن عويضان سلام. تهانينا وناموس لمالك برق محمد رسهيل بن عويضان العامري من انتصر بهذا التحدي. المركز الثاني كان وصول متعب لسلطان بن محمد بن خميس البادي وثالثا كان وصول مختار لسعادة حميد بن سعيد النيادي. والمركز الرابع كان وصول مع هذه الانطلاقة